اجتمعنا مع معالي الوزيرة بعد ما اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وقررنا ان احنا يبقى فيه فعالية في كل قطاع من قطاعات الوزارة، وكل قطاع من قطاعات الوزارة يقدم رؤيته. وحصل اجتماعات كمان مع منظمة الإسيسكو، وظهرنا بنتائج كل قطاع من قطاعات الوزارة. كان من نصيبنا احنا حاجتين تم موافقة معالي الوزير عليهم. الحاجة الأولانية مؤتمر علمي بيحمل نفس الاسم، وهو القاهرة عاصمة في الثقافة العالم الإسلامي. والفعالية الثانية اللي هو زي ما انت شايف كده، اللي هو إعادة إحياء طلعة المحمى. آخر كسوة كانت في أوائل الستينات أعتقد، فعلشان كده احنا عملنا إحياء للفعالية دي، واللي بيقوم بيها الحقيقة هو المعهد العالي للفنون الشعبية من أساتذة ومن طلاب. المعهد العالي للفنون الشعبية بيهتم بالتراث الشعبي المصري ودراسته وتوثيقه ونشره وإتاحته للجمهور العام. ففي خلال نشاط المعهد احنا بنقوم بما يعرف به يعني إعادة إحياء بعض عناصر التراث اللي كانت موجودة قبل كده واندثرت، نعرف بها الأجيال الجديدة. واحد من هذه العناصر فنون المحمل المصري. المحمل المصري احتفالية مرتبطة زي ما احنا عارفين به كسوة الكعبة المشرفة، اللي كانت مرتبطة بفنون السرمة وفنون الخيامية وفنون الغناء الشعبي الخاص به، فنون الحجاج والفنون التحطيب ورأس الخيل. كون الشباب يشوفوا احتفالية زي احتفالية المحمل ما عصروهاش قبل كده، ويكونوا هم بنفسهم أفراد اللي بيأدوا العمل ده، فده طبعا بيبقى محاكاة مهمة جدا ليهم، وبتعمل لهم وبترسخ عندهم عناصر ثقافية كتير جدا. أروم دخوله أحيا راضي. الموضوع أصلاً هو محاكاة لموكب المحمل أيام زمان على مرور التاريخ لحد ما وقف في فترة الستينات في مصر، والبحلة بنعمل له استلهام بشكل واقعي على مسرح الشارع، والحمد لله ربنا وفقنا يعني.